أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت دائما لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة أكسترا نيوز أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي. كان دائما لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية، إذكاء أهمية مقاومة الإرهاب، ووضع تصور شامل لعمل الدولي المشترك، أيضا قضايا التنمية والارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود اللي بتبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. ففي كل دورة بيكون هناك توجه ورؤية بتطرح تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي، حل القضايا، تأكيد طبعا المسلمات العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتأكيد ضرورة الحل والحفاظ على حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. فدائما هي أمور طرحها بشكل مستمر، بشكل فيه ثبات على الموقف والاعتداد بالمبادئ اللي يصاغ عليها السياسة المصرية. وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن كلمة الرئيس السيسي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة في منظورها وتضع أسسا لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك وتتناول القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. كلمة السيد الرئيس شاملة في منظورها، بتضع أسس لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك، بتتناول القضايا والتحديات الرئيسية اللي بتواجه منطقة الشرق الأوسط والرؤية فيما يتعلق بحلولها، قضية الإرهاب، القضية الفلسطينية، قضايا التنمية، وطبعا الحديث بلسان حال الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية في أهمية توفير الفرصة الكافية والاستفادة من الآليات الأفريقية لتحقيق التقدم الاقتصادي، الاندماج الأفريقي، توفير التمويل للبنية الأساسية الأفريقية حتى تستفيد القارة الأفريقية من ما تصيبه من اتفاقيات، وطبعا على رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية.